أعلنت هيئة الحج والعمرة أسماء الفائزين بالحج للقرعة التكميلية لعام 2018، وشملت 3 محافظات بغداد وواسط وديالى على أن تجرى قرعة باقي المحافظات في الفترة المقبلة. 68 ألف مشترك عدد المشمولين بالقرعة التكميلية التي أعلنت عنها هيئة الحج والعمرة، وقد خصصت للمتقدمين في عام 2016، وكانت حصة بغداد 3102، انقسمت إلى قسمين، إذ حاز كبار السن على نسبة 60%، أي 1861 مقعداً، و 40% إلى باقي الأعمار، وجاءت نسبة محافظة واسط أكثر من 500 مقعد، وديالى 652 مقعداً، ويعلن عن نتائج باقي المحافظات في مؤتمرات قادمة. بما أنه قد حصلنا على زيادة العام الماضي بالنسبة لعدد الحجاج، وهذا الأمر اقتضانا أن نقدم جزء من الذين فازوا في عام 2018 وشملهم الحج في عام 2017، وبالتالي حصل فراغ في حجاج 2018. المطلوب الآن استكمال هذا الفراغ وهذا العدد الناقص، وهذا العدد الحقيقة يعني وزع على المحافظات بحسب النسبة السكانية لكل محافظة. هذه القرعة فهي تكميلية للذين سجلوا في عام 2016، إضافة إلى الذين سجلوا في عام 2014. جماعة 2014 يكون له حظوة في المشاركة 4 مرات، وجماعة 2016 لهم الحظوة أن يشاركوا بمرتين في هذه القرعة. قرعة تمت وفق نظام متطور أشرفت عليها جهات مختصة، وبحضور عدد من القضاة ومسؤولين من مختلف الجهات الرقابية للإشراف على نزاهة القرعة وأبعادها عن دائرة الشبهات. القرعة كانت عبر برنامج إلكتروني عشوائي أعد من قبل مركز تكنولوجيا المعلومات هنا في الهيئة، وتمت المصادقة عليه من قبل الجامعة التكنولوجية، وأيضا اليوم القرعة كانت بإشراف قضاة مرشحين من مجلس القضاء الأعلى، وأيضا بحضور عدد من مجالس المحافظات والجهات الرقابية والتنفيذية. كما أعلنت هيئة الحج والعمرة إنصاف كل من تقدم أكثر من مرة ولم يحالفه الحظ بالحصول على مقعد في الأعوام الماضية، وستكون له ميزة بإدراج اسمه أكثر من مرة في القرعة التكميلية وقرعة عام 2019. مصطفى حمدي، قناة رشيد الفضائية، بغداد.